بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أسعد الله مساكم بكل خير من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدريز، ومن مهرجان خطاك الشر. وهذا الشوط شوط الجعدان اللي جاية والأربعة كيلومترات هي مسافتنا. رصدت خنجر ذهبي لحاصل للمركز الأول، زايد سيارة للمركز الأول. تابعنا وياكم شوط الإبكار اللي جاية، شوط سيف الذهب حصلت على أبناء الميدان ثلاثية كانت مع زعفران سالم بن شطيط المالكي. من انتزع سيف المهرجان سيف اللقاية وشوطنا الاول ايضا حصلت على هذا السيارة، وايضا هذا الكرنفال الكبير الكل يبحث عن ايضا يبحث عن الانتصار والناموس في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هذا الشوط لا يقل أهمية، بالفعل سريع منذ البداية. تابعنا وياكم هنا من ننطلق مع أول المراكز وأول المنطلقون نحو الخنجر الذهبي نحو المركز الأول. والوال بدر بن الصغير المالكي من ينطلق مع والوال في المركز الأول في الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني زعزاع هزاء وسالم بن راشد بن سعيد الغتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث هملول أحمد بن سالم بن سلطان الوهيبي من ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع شاهين محمد بن خميس السعدي من ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل شاهين صقر بن سالم المسعودي من ينطلق مع المركز الرابع والخامس. سادس المراكز مجهول من ينطلق مع المركز السادس. هذه النتيجة يا أخواني، هذه النتيجة يا أخواني. من يريد الخنجر الجعدان فليتقدم مع شوط اللقاية، شوط اللقاية الجعدان، شوط أول الأشواط الجعدان. يا سلام، شوط رمز، شوط رمز، شوط رمز هذا الشوط بالفعل. هنا الكل يزعى من أجل الكاس أو من أجل الخنجر، أجل الخنجر. هلموا نحو الخنجر يا أخواني، هلموا نحو الخنجر يا أخواني. الشوط يبيل سرعة، يبيل تكتيك. هذه الشعارات العملاقة المشاركة في هذا الشوط الرائع والمميز. يا هي أعداد، يا هي أعداد مشاركة في هذا المهرجان، مهرجان خطاك الشر. انظر يا أبو خالد بعينك هذا الكرنفال الكبير الذي قدمت للجماهير، الذي قدمت للجماهير. أتوا من شتى ميادين السلطنة مشاركين باحثين عن الانتصارات والنواميس، عن السيارات الرائعة والجميلة. أعود مع المركز الأول. أوه يا بدر يا بدر يا بدر، هذا الشوط، هذا الشوط الذي يحسب للجميع ألف حساب. حرك وروح وخلك أهدابك عاصية، أو هو خل هناك أعصابك هادية مع والوال. بدر بن صغير المالكي، بدر بن صغير المالكي. المركز الثاني شاهين محمد بن خميس السعدي. وصل الحكيم في هذا الشوط، الله، غادم من ميدان الرميل، غادم من ميدان وادي بن خالد، ايضا اضخم الميادين واعتاها. من يتقدم في المركز الثاني؟ المركز الثالث زعزاع، يا زعزاع احد الضيوف القادمين، ايضا سالم بن راشد بن سعيد القتبي مع المركز الأول. يا سلام، الله الله الله، على المركز الثالث. رابع المراكز مجهول، لكن من واقع الشعار، إذا صح الشعار شعار حيان، من يتواجد في هذه اللحظات؟ محمد بن علي الوهيبي. المركز الثالث وصل أيضا الواعي سالم بن شطيط المالكي صاحب السيف، صاحب السيف. أوه، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، الكيلو اللي ما في رحمة، الكيلو اللي ما في رحمة. بدت الأعصاب ترتبك، بدت الأعصاب ترتبك. حركوا حركوا حركوا، هلموا نحو الخنجر، هلموا نحو الخنجر. خنجر الجعدان، خنجر الجعدان. هل في الميدان يا قادر؟ لكن بن شطيط، بن شطيط يبي يضيف الخنجر مع السيف، يبي يضيف الخنجر مع السيف. اليوم ناوي نير
الراعي العظبة اليوم ناوينيه في هذا المهرجان الكبير في أشواط الرموز القادم في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن سليمان الرشيدي المنطلق في هذه اللحظات، لكن شاهين سعيد بن حمد بن سالم الوهيبي من ينطلق مع الكوكب الأخرى، أيضا القادم شاهين صالح بن خميس البطيني القادم في هذه اللحظات، لكن هناك مع الصدارة ولكن ما زال هناك مع المركز الأول والواعي الواعي الواعي وعلى الواعي الواعي وعلى الواعي الواعي روح نحو الخنجر روح نحو الخنجر الخنجر في المنصة الرئيسية السيارة هالسيارة روح بن شطيط روح بن شطيط الخنجر والسيف الخنجر والسيف الخنجر والسيف بقيادة سالم بن شطيط المالكي بقيادة سالم بن شطيط المالكي الله تبغى الرموز تبغى الرموز لا تغادر أبدا دامه بن شطيط موجود تهانينا والناموس على هذا الإبداع المركز الثاني المركز الثاني حمر رقم 13 شاهين صالح بن خميس البطيني والمركز الثالث هو ثالث المراكز حمر رقم 10 شاهين محمد بن خميس السعدي وتوقيتنا الزمني السلام عليكم. نعتذر على التوقيت الزمني في هذا الشوط لكن سنوافيكم بإذن الله تعالى تهانينا والناموس لما